الفنانة صفاء أبو السعود من فنانات الجيل الذهبي، لها تاريخ فني طويل قدمت خلاله العديد من الأعمال الفنية اللي ما زالت في وجدان الجمهور المصري والعربي. أغنيتها أهلا بالعيد اللي بنسمعها في الأعياد بتجعلها حاضرة في أذهاننا، ونحفظ كلمتها فهي صاحب التاريخ سواء في التمثيل أو الغنى أو الرقص الاستعراضي. حياة الفنانة صفاء أبو السعود مليئة بالأسرار والكواليس، فهي أول فنانة تمتلك طائرة خاصة، وكمان اتسرق منها مجوهرات قدرت بحوالي 25 مليون جنيه. في الفيديو ده هنعرفكم على أسرار وتفاصيل هتسمعوها لأول مرة عن حياة الفنانة صفاء أبو السعود، تابعونا. بنفكركم طبعا في بداية الحلقة لو دي أول مرة تتابعونا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان تعرفوا كل جديد. صفاء أبو السعود ولدت عام 1950 في جو أسري شديد المحافظة، فوالدها لواء شرطة وأمها كانت تراقب باستمرار تحركتها. والدها كان دائم التنقل بين المحافظات بسبب طبيعة عمله، ولما انتقلت الطفلة الصغيرة للعيش مع عائلتها في القاهرة ما قدرتش تتأقلم على أجواء العاصمة الصاخبة لدرجة إنها ما كانتش عاوزة تروح المدرسة. النجمة الكبيرة كانت عاشقة للموسيقى والتحقت بمعهد الكونسرفتوار وتخرجت منه عام 1967، ثم التحقت بمعهد السينما وتخرجت منه في عام 1991، وبعد تخرجها عملت في وزارة الثقافة مع الفنان فؤاد المهندس. بدأت حياتها العملية كممثلة في الإذاعة، بعدها انتقلت للمسرح وشاركت في ثلاثي أضواء المسرح في عدد من الأعمال، حتى احترفت التمثيل من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال، منها بومبا كشر، المتعة والعذاب، شياطين إلى الأبد. أبو السعود ظهرت لأول مرة في السينما مع المخرج الراحل حسن الإمام من خلال فيلم هي والرجال عام 1965 مع نيلي ومديحة سالم، حيث وقع عليها الاختيار لأنها تجيد العزف على البيانو وهو ما تطلبه الدور وقتها، وزاد نشاطها الفني بشكل ملحوظ في أواخر فترة الستينيات إلى مطلع الثمانينات. وخلال تلك الفترة اشتركت في عدد من الأعمال الفنية وقدمت عدد كبير من الأفلام مثل أوهام الحب، شياطين إلى الأبد، وأزواج طائشون. وبرغم من احترافها التمثيل إلا إن ظل عشقها للغنى مسيطر عليها لفترة طويلة، حتى سنحت لها الفرصة لتقديم أغاني للأطفال، ومن أشهر أغنياتها أهلا بالعيد اللي أصبحت من أهم الأغاني للاحتفال بالعيد في مصر والوطن العربي. وفي منتصف فترة الثمانينات التقت رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل اللي كان بيمتلك شركة للإنتاج الإعلامي بالرياض، وظل يراقبها إلى أن طلبها للزواج، فاعتزلت صفاء الحياة الفنية وتفرغت لبناتها الثلاث أديل وأصيل ونظير. تعتبر أبو السعود من أثرياء الوسط الفني، وده اللي كشفه بلاغ سابق تقدمت به للنيابة في وقت سابق بتتهم فيه خادمتها بسرقة مجوهرات قيمتها 25 مليون جنيه من مسكنها، حيث كتب البلاغ في 14 صفحة ليصف 219 قطعة مجوهرات، هذا بخلاف استخدامها طائرات زوجها الخاصة للسفر، حيث تعتبر أول فنانة مصرية تمتلك طائرة خاصة.